مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المهرة، البرنامج الذي نستعرض فيه ونناقش معكم الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. نسلط الله في هذه الحلقة على تقديم جمعية المعاقين العلاج الطبيعي للأطفال وملفات أخرى. أهلا بكم. ناقشت لجنة الاعتصام لمديرية السيحوت والمسيلة في اجتماع لها آخر المستجدات والأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتدشين رحلات مطار الغيضة. رئيس لجنة الاعتصام لمديرية السيحوت والمسيلة سالم الزويدي قال خلال الاجتماع إن تدشين مطار الغيضة ما هو إلا تغطية للأعمال العسكرية للقوات السعودية الموجود هناك منذ مطلع العام 2017، والتي اتخذت من المطار قاعدة عسكرية لها. الزويدي أشار إلى أن تكرار الإعلان عن تدشين رحلات طيران من وإلى مطار الغيضة محاولة للتخفيف من غضب أبناء المحافظة. مطار الغيضة مطار مهم جدا، يخفف علينا من معاناة المواطنين ومن أبناء هذه المحافظة في إسعاف مرضاهم ونقل مرضاهم إلى الخارج ونقل مرضاهم إلى الداخل من العاصمة المؤقتة عدن إلى مطار الغيضة إلى الريان المكلا حضرموت، ينقل لنا هذا المرضى الحالات المرضية. ولكن عندما أتى هذا العدوان الغاشم أحرمنا من كل رحلات المدنية وأحرم كل أبناء هذه المحافظة يتكبدون الكيلو المترات وقطع المسافات من محافظة تنقل من محافظة إلى محافظة الأخرى لتلقي العلاج. وعندما يسعف مرضاك فالمريض يموت في الطريق بسبب هذا العدوان الغاشم، وتكبد كل الأرواح أبناء هذه المحافظة بسبب هذا العدوان الغاشم. ونحن نؤكد من خلال اجتماعنا اليوم بإذن الله نحن سائرون على النضال، ونحن بإذن الله معنوياتنا فوق وسنسير على درب النضال حتى رحيل كافة قوات الاحتلالية في مطار الغيضة. في سياق آخر، ناقش اجتماع مشترك بين جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ناقش سبل توفير خدمة العلاج الطبيعي للمرضى. وأشاد رئيس جمعية المعاقين مرزوق بلحاف بالدور الكبير الذي يقدمه مكتب الصحة في خدمة المعاقين وتوفير الأدوية المجانية والخدمات الأخرى في عدد من مديريات المحافظة. من جانبه قال مدير مكتب الصحة في المهرة عوض مبارك، قال إن المكتب يسعى لتوفير العلاج الطبيعي في عدد من المديريات بالمحافظة. تستقبل أقسام العلاج الطبيعي في جمعية المعاقين في محافظة المهرة بشكل يومي أعدادا كبيرة من أجل العلاج الطبيعي تفوق القدرة والطاقة الاستيعابية للأقسام التي تعاني في الأصل من شحة كبيرة في الإمكانات ونقص الكادر التمريضي والمتخصص. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بخطى مليئة بالإصرار والأمل، تمضي الكثير من الأسر بشكل شبه يومي إلى جمعية رعاية وتأهيل المعاقين في محافظة المهرة بغرض إخضاع أطفالها لجلسات العلاج الطبيعي نظراً لمعاناتهم من ضمور في أعضاء جسدهم. إلى غرف العلاج الطبيعي تحرص الأسر على إيصال أطفالها لعمل جلسات العلاج الطبيعي لهم أملاً في الحصول على نتائج إيجابية تنعكس على نشاطهم وقدرتهم الحركية ولو كانت ضئيلة. طبعاً هذا المركز يقدم خدمة للمعاقين حتى برضو في حالات غير المعاقين اللي هم عندهم إصابات مزمنة كألام أسفل الظهر واحتكاك المفاصل سواء الركب أو الكاحل أو يعني حكم تقدم السن، كذلك حالات التيبس من بعد الكسور والحوادث المرورية والإصابات الرياضية، كذلك نستقبل حالات العجز الحركي سواء من الأطفال وغير الأطفال. طبعا أكثر شريحة هدفنا وموجه عملنا نحن هم الأطفال أصحاب الضمور الدماغي السيريبرال بالسي.
هنا تبدأ جلسات العلاج الطبيعي للأطفال من خلال التمارين الرياضية للأطراف وفقاً لإرشادات الأطباء والأخصائيين عقب تشخيص الحالة المرضية. في صالة وغرف الرياضة والعلاج وجدت هذه الأسر الكثير من الأمل بتحسن حالة أطفالها بعد أن ظلت لوقت طويل عاجزة وحزينة قبل أن تتوفر فرصة العلاج الطبيعي هنا في مقر جمعية رعاية وتأهيل المعاقين، لتحظى الأسر لاحقاً بفرص الحصول على جلسات للعلاج. الولد فداء من العلاج الطبيعي بيتحسن، وإن لم تكن نسبة التحسن بالشكل المطلوب لضعف إمكانيات المركز، لكن الحمد لله العلاج الطبيعي أقل ضرر، أنه يعني ما تسوءش حالة المريض. يعني إذا لم يستمر العلاج الطبيعي يكون عنده تدهور في حالته. بعد عدة جلسات لتلقي الأطفال العلاج الطبيعي، بدأت الأسر تلمس في أجساد أطفالها عودة الشعور بالإحساس، وفي أطرافهم تبدو الأعصاب أكثر حيوية مقارنة بمستواها قبل البدء في التمارين. الأجهزة والوسائل الموجودة في المركز شبه مكتملة، لكن بحاجة لزيادة نظرا لزيادة العدد الحالات، لابد أن يكون في هناك من كل أداة أو وسيلة أو جهاز يكون أكثر من صنف حتى يقدم خدمة أكثر، وحتى يتحمل الجهاز ولا يتعرض للتلف. المركز بحاجة لزيادة الأجهزة، وخصوصا الأجهزة التحفيز التي يحتاجها المركز، كذلك الوسائل التي يحتاجها المركز. الكثير من الأسر تأتي بأطفالها المصابين بالإعاقة سواء كانت خلقية أو ناتجة عن مرض طرأ لاحقاً، للقيام بطرق العلاج الطبيعي التي يقولون عنها بأنها ناجحة إلى حد ما من خلال التحسن الواضح والكبير في حالة الحركة والنشاط العصبي. أعداد كبيرة من الأطفال تستقبلها أقسام العلاج الطبيعي لجمعية المعاقين، وبشكل يومي يجري الكادر الخاص بالعلاج التمارين وبقية الإجراءات اللازمة والأنشطة المصاحبة من ترفيه وتنشيط ذهني. ورغم الكثافة والضغط اليومي هنا على الكادر ومحدودية الطاقة الاستيعابية للأقسام، إلا أن الجمعية بكادرها المتواضع وببساطة إمكانيتها لا تتوقف عن بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق نتائج إيجابية من شأنها إسعاد الأسر بمنح أطفالها المصابين الحركة والحياة. زارت لجنة تابعة لوزارة الزراعة والري برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي عبد الملك ناجي منفذ شحن في محافظة المهرة. اللجنة اطلعت خلال الزيارة على سير العمل في المحجر الزراعي وآلية تنفيذ الإجراءات القانونية لدخول المنتجات الزراعية والحيوانية، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجمارك والحجر النباتي والبيطري والأجهزة الأمنية في المحافظة. بدوره أشاد الوكيل ناجي بالجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في إدارة الجمارك والمحجر النباتي والبيطري التابع للوزارة، مطالبا ببذل المزيد من تنسيق الجهود لضبط وتنظيم العمل بشأن الواردات الزراعية والحيوانية ومنع دخول المبيدات والأسمدة المهربات والمحرمة دوليا. في سياق آخر، نفت شركة النفط اليمنية فرع المهرة رفع تسعيرة المشتقات النفطية إلى 12,250 ريالا للتر الواحد. الشركة قالت في بيان لها إنها لم تجري أي تغييرات في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة بقاء سعر لتر البترول عند 1,125 ريالا ولتر الديزل عند 1,100 ريال. ودعت الشركة إلى الإبلاغ عن محطات الوقود التي تبيعه بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية التي حددتها. مع بداية فصل الخريف من كل عام تبدأ معاناة الكثير من الصيادين في مديرية قشن، حيث يقل الإنتاج العام للسمك نتيجة الرياح الشديدة والبحر الهائج، ما يضطر الكثير من الصيادين لترك المهنة التي تساهم في إعالة آلاف الأسر في المديرية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
هكذا تكون سواحل مديرية قشن في فصل الخريف من كل عام. بحر هائج ورياح شديدة تؤثر على المواطنين الذين يمارسون مهنة الصيد في سواحل قشن التي تشتهر بسواحلها الكبيرة والممتدة على طول شريطها الجغرافي، وتتميز بكثرة أنواع الأسماك فيها وأفضلها جودة. نحن في الموسم الخريف كان أول إنتاج يعني في الخيال، إنتاج هائل من ناحية حبار، من ناحية صيد، وأصحاب الشباك يجيبوا الخم. أما سنين هذول يعني في كلة، يعني مع الخربيت هذه يعني ما يكون شيء، يكون إنتاج ضعيف. قبل أيام إنتاج لا بأس، يعني في الأسبوع يعني في الأسبوع تجيب لك يوم يومين، وباقي الأيام تجيب لك بترور، أحيانا خسارك ما تجيبه. من ناحية حبار عادة ما جات الموسم، يعني في المتأخر أحيانا يجي متقدم. ويعتمد المواطنون في قشن على مهنة الصيد بشكل أساسي منذ القدم، حيث تعتمد آلاف الأسر في المديرية على مهنة الصيد، غير أنه في موسم الخريف من كل عام تشهد سواحل قشن أمواجاً ورياحاً شديدة وانخفاضاً في الإنتاج العام للسمك، ما يضطر الكثير من الصيادين لترك المهنة في فصل الخريف. هذا الوضع الذي يمر به الصيادون في فصل الخريف شكل معضلة حقيقية بالنسبة لهم، وانعكس سلبا على حال المواطنين الذين يعتمدون على البحر بدرجة أساسية لإعالة أسرهم، حيث لا يجدون سوى مهنة الصيد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد بشكل عام. هذه الأيام موسم الخريف، وهذه الأيام عندنا الصيد ضعيف وموج، وأغلب الصيادين ما يطلعوا مسبة الموج، وإن شاء الله الخير مقبل. وأنواع الصيد محددة، عندنا الصيد الحبار لسه ما جاء، وعندنا الصيد الحلاقيت يسمونه حلاقيت عندنا، وأنواع الصيد إن شاء الله مع إذا تهدد الموج وتهدد الأوطاع والهواء عندنا الرياح قوي. وينتظر الصيادون بفارغ الصبر انتهاء موسم الخريف وبدء موسم الحبار في نهاية الشهر المقبل، حيث يأتي الصيادون من مختلف المحافظات من أجل ممارسة مهنة الصيد وتوفير لقمة العيش لأسرهم. تفقد الوكيل الأول لمحافظة المهرة مختار الجعفري سير العمل في ميناء نشطون البحري، واطلع الوكيل الجعفري على نشاط الميناء واحتياجات قوات خفر السواحل الموجودة فيه، مشددا على أهمية الترتيب والاستعداد لأي مهام تسند إليها. وأكد الجعفري دعم السلطة المحلية لإدارة الميناء وقوات خفر السواحل، داعيا إلى تشديد إجراءات التفتيش، آليات الضبط وتفعيل الأشعة والتقنيات المساعدة في كشف الممنوعات. وجهت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر بدعم صندوق صحة مهري بمبلغ شهري كمساهمة من السلطة المحلية لمساعدة المرضى وتقديم يد العون لهم في تحمل نفقات العلاج. بن ياسر أكد خلال لقائه رئيس الصندوق الشيخ راشد حسان حرص السلطة المحلية ودعمها لجميع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة للمرضى، وتقديم التسهيلات اللازمة بما يمكنها من ممارسة نشاطها وتقديم الخدمات للمستهدفين. نفذت لجنة الاعتصام في مديريتي سيحوت والمسيلة زيارة بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في حي السلام، وللاطلاع على أوضاع المتضررين ومساعدتهم، إضافة إلى رفع معاناتهم للجهات المسؤولة. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. معاناة مستمرة يعيشها أبناء المسيلة في المهرة، والذين نالهم الضرر بسبب تهدم بيوتهم جراء إعصار لوبان الذي ضرب المحافظة نهاية العام 2018. لجنة الاعتصام في سيحوت والمسيلة، وسعيا منها للتخفيف من تلك المعاناة، نفذ رئيسها الشيخ سالم الزويدي نزولا ميدانيا للاطلاع على أوضاع المتضررين ومساعدتهم، إضافة إلى رفع معاناتهم للجهة المسؤولة في المحافظة.
نحن لجنة الاعتصام قدمنا بالسابق عندما كانوا أول ما التجوا من قبل المدارس، قدمنا لهم كثير من الخدمات ومن يعني تساعدهم في حياتهم. قدمنا بستة مليون بطانيات في فصل الشتاء قبل سنتين، وقدمنا لكل أسرة 120,000 مبلغ أسعافي لجنة الاعتصام في المديرية المسيلة وصيحوت، ونقدم بما نستطيع لأن ليس لدينا إمكانيات، إمكانياتنا محدودة، ولكن بإذن الله سنكون على حسن ظنهم وسنكون معهم بالذي نستطيع فيه لجنة الاعتصام بالمحافظة. ونحن اليوم مكلفين بالنزول إلى هذه المنطقة لرفع معاناتهم وكشف معاناتهم أمام رأي العام. فمنذ أن هدم إعصار لوبان بيوتهم، كانت لجنة الاعتصام السلمي بمديريتي سيحوت والمسيلة أول من مد لهم يد العون ووفرت لهم الاحتياجات والإسعافات الضرورية وغيرها من الأمور التي ساعدت في التخفيف من الصدمة التي عاشها المتضررون آنذاك. نحن نعاني من البيوت هذه، الله يستر عليها، والحال تعبان ونحن ظروفنا صعبة، خلف ما في خلف، وعن الكهرباء إذا ولد مسك نفسه كنا اشترتينا في هذه البيوت. الكهرباء ما هي ريضة، البيوت ما هي ريضة، خربانة، تعبانين، الناس حالتهم الله يستر عليهم، ونحتاج منهم المساعدة والتقديم، يقدموا حشي اللي ربي كتبنها. يعيش المتضررون حاليا في بيوت هشة من الكونتينرات التي لا تصلح للعيش في الجو والظروف المناخية التي تعرف بها المهرة، إذ لا تقي هذه المنازل ساكنيها من حرارة الشمس ولا من الرياح الشديدة ولا حتى من البرد القارس، ويعيش ساكنوها قلقا وترقبا وخوفا من خطر سقوط أو تهدم تلك البيوت في أي لحظة. بغينا سكننا غير الكناتر دالا، بغينا بيوت دا الكناتر راحة متهدمة، والكهرباء كلها تعبانة، سلوك تعبانة ومدحلة، شوفوا على حسب ما تشوفوا الحمامات دحين دخلتوا وشفتوا بقعة كلها ندحل، والبويب راحن، ونعاني مرة صدق معاناة قوية مرة صدق، ومع خاصية انفزاع مع الهواء مكانه من الكناتر، ليل هواء بقعة كلها تقرب على العيال، معنا أطفال يبكوا يفزعوا من الكنتر تقرب قربع قربع قربع. معيشة وحياة صعبة يواجهها متضررو المسيلة منذ تعرض بيوتهم للهدم، يقابله إهمال من قبل السلطة المحلية بالمديرية، ووعود مستمرة من قبل سلطات المحافظة التي سبق أن نزلت في أوقات سابقة ووعدت من خلالها بتحسين أوضاعهم وبناء وحدات سكنية، إلا أن المعاناة ظلت مستمرة لسنة الخامسة على التوالي دون إيجاد حلول تخلص المتضررين من معاناتهم. بهذا القدر مشاهدينا الكرام، قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المهرة، في أمان الله.